السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب التخصصات المعمارية سعد بلقاء بكم من جديد مع درس جديد ويوم جديد من أيامنا المعمارية النهاردة بإذن الله هنتكلم عن حلقة خاصة بمادة الهيدروليك وطبعا الحلقة موجهة لطلاب تخصص اعمال الصحيه شبكات المياه والاعمال الصحيه الصف الثالث وطبعا زي ما احنا عارفين ان ماده الهيدروليك بتدرس لطلاب الاعمال الصحيه فقط وباقي الشعب المعماريه بتدرس ماده حساب الانشاءات بنفكركم طبعا ان احنا اشتغلنا مع بعض في الحلقه في حلقه سابقه الاسبوع الماضي عن مركز الضغط واتكلمنا عن اي جي اللي هو عزم القصور الذاتي واتكلمنا كمان عن المبادئ الاساسيه في علم الهيدروليك وطبعا كنا توقفنا عند بدايه او بدايه الحديث او الكلام عن موضوعات حساب او كيفيه حساب قوه الضغط ومركز الضغط النهارده ان شاء الله باذن الله هنتناول مع بعض التمارين بقى بشكل عملي اللي بتدور حول مركز الضغط وقوه الضغط ولكن خلي بالك وخليك معانا وطبعا ما تغادرش القناه ليه؟ لان احنا هنتكلم عن الموضوعات بشكل عام فيما يخص مركز الضغط وقوه الضغط وخليك فاكر هنتناول كل الاشكال الهندسيه بكل الحالات الخاصه بها اتكلمنا قبل كده في الاي جي وقلنا ان عزم القصور الذاتي بيرمز له بالرمز اي جي وقلنا واتكلمنا ان كل شكل من الاشكال خاص له قانون خاص به في عزم القصور الذاتي وان كنت بستخدم بعض الرموز اللي هي زي الاي جي والسي بي والاف ونفكر بعد كده ونقول ان الاي جي عباره عن عزم القصور الذاتي او الرمز الخاص بعزم القصور الذاتي اما السي بي خاص ب او المصطلح ده الرمز ده خاص بمصطلح اسمه مركز الضغط وقلت قوه الضغط بيرمز لها بالرمز اف في تذكره سريعه كده قبل ما ندخل على موضوعاتنا لازم نكون استرجاع لعناصر الدرس اللي فات عشان نقدر نوصل الحلقتين ببعض ويكملوا بعض زي ما بنقول، لازم تكون عارف الاي جي في لكل الاشكال والحالات اللي هنتناولها النهارده لما يكون الشكل ملامس لسطح المياه، طبعا اذا كان الشكل ده مربع بيختلف عن ان كان مستطيل او مثلث او دائره بس كده مستر لا ده كمان شكل الشكل نفسه وكيفيه ملامسته لسطح الماء مركز الضغط فيه وقوة الضغط بتختلف عن الشكل الآخر يعني لو عندي مثلث رأسه هي اللي مماسة لسطح المياه بيختلف مركز الضغط فيه عن لما تكون قاعدته هي اللي مماسة لسطح الماء مش بس كده الحالات دي لا كمان عندي الحالات اللي بيبعد يكون فيها الشكل مغموس في الماء ويبعد عن سطح الماء طب كل الكلام ده او الاشكال دي يعني هي بستخدمها في ايه مستر او الموضوع بتاعها ايه في الشكل الخارجي او في على الطبيعه يعني فانا عاوز اطمنك او عايز افهمك بكل بساطه وكل يسر الموضوع خاص بحاجه دايما في حركه السوائل عندي بوابات البوابات دي بتكون راكبه على مداخل الترع والرياح مثلا اللي هو الرياح المائي او ما او الترع والمصارف عبارة عن البوابات دي قد يكون شكلها مربع قد يكون مستطيلة قد تكون مثلثة الشكل على حسب المكان او البوابة اللي راكبة فيها طيب كل مكان من ده المسافة اللي بيكون هو مسافة وجوده في المية طبعا مسافة المية لان هو بينزل البوابة دي وبيسمح بالقدر اللي بيسمح بمرور المياه بالكمية اللي هو محتاجها تمر في المجرى الماء طيب خلي بالك ان في بعض المية هنا بتكون ايه بقى بتكون ورا البوابه دي طيب هي ورا البوابه هنا وهنا فاضي والميه بالمنسوب ده هو اللي موجود وهو اللي ماشي تحت الايه تحت البوابه خلي بالك ان كميه الميه اللي موجوده في الناحيه الثانيه واللي محجوزه ان هي ما بتمثل ضغط على البوابه دي طب البوابه دي بقى هو ده الموضوع بتاعنا البوابه دي قد تكون مثلثه وممكن تكون شكل مربع ممكن تكون مستطيل كل شكل من دول له مركز ضغط وقوه ضغط بتحملها او لازم ان انا احسبها واكون عارف قوة الضغط الناتجة عن كمية المية او السائل المحجوز ده كام وبناء عليه ابدأ اصمم البوابة دي يبقى هنا زي ما بنقول دايما كده في عمليات الانشاء والمباني ما بجيش انا ابني العمود او اصب العمود وبعد كده اشوف هو هيتحمل كام لا طبعا الكلام ده في الاعمال العادية اليومية انما في الاعمال الهندسية والشغل الهندسي القائم على مبادئ واساسيات وفي المشروعات الكبرى بيتم حساب الاول تقدير الادوار اللي هيتم اد ايه ثم تقدير الخرسانات والاحمال اللي هيشيلها العمود والقعده والكاميرا والسقف اد ايه ثم بعد كده بتيجي في الاخر خالص يبدا يصمم يقول والله عشان العمود بتاعي يتحمل حمل قدره وليكن مثلا 3 طن يبقى انا محتاج والله عمود قطاعه كذا طوله في كذا عرضه بكذا يبقى انا هنا بشوف الاول الاحمال اللي هتحملها ايه ثم بعد كده بصمم الايه؟ اصمم العمود وفق الاحمال اللي هيتحملها والضغوط اللي هيشيلها نفس القصه بالظبط في اعمال مركز الضغط وقوه الضغط انا بشوف الاول قوه الضغط كام؟ مركز الضغط هيكون كام؟ البوابه نفسها هتنزل في الميه قد ايه هتكون غطسة ولا مماس لسطح المية وبناء عليه بعد كده ابدا اقول والله انا استخدم او انا محتاج بوابة قطعها كذا سمكها كذا تصميمها بالشكل الفلاني بناء على قوة الضغط ومركز الضغط وده طبعا ابسط حاجة يا رب تكون يعني نالت اعجابكم وتكون قربت المعنى والمصطلح لمركز الضغط وقوة الضغط اللي احنا طبعا اشتغلنا فيها على مدار حلقة والنهاردة ان شاء الله هنكمل ولكن بالايه؟ بالتمارين، نروح مع بعض كده للداتا بتاعتنا ونشوف نسترجع مع بعض كده الاي جي ومركز الضغط وقوة الضغط للاشكال في يعني زي ما اقول مراجعة سريعة عليه، لو انا هقول الاي جي اللي كان خاص طبعا بالمربع للمربع اهو قلنا الاي جي عزم القصور الذاتي يعني بيساوي بي اس 4 على 12 وقلت ان بي عباره عن طول اهو طول ضلع المربع يبقى انا بجيب طول ضلع المربع لو انا قال لي بوابه على شكل مربع طول ضلعها وليكن مثلا هنقول عشرة سنتيمتر يبقى انا العشرة اهو يبقى اقول كده اي جي للبوابه اللي قدامي دي بتساوي عشرة اس 4 على كام على 12 وابدا احسب الاي جي بتاعي الكلام ده لو انا بتكلم على شكل الايه المربع طب لو انا عندي المستطيل بفكرك اهو الاي جي بتاع المستطيل بيساوي بي دي تكعيب على 12 طيب مين بي ومين دي انا قلت ان لو انا عندي المستطيل قد يكون بالشكل ده وممكن يكون كده الارتفاع عندي هو الدي يعني ده دي وده دي القاعده بتاعته بتكون بي اهو بالشكل ده يبقى الضلع ده بي ده بي اما الارتفاع دي يبقى انا بجيب البي والدي اللي هو الارتفاع بكعبه واقسمه على كام؟ اقسمه على 12 طيب ده كده لو انا شكل مستطيل او بوابه مستطيله طيب لو انا عندي مثلث يعني ايه؟ بوابه مثلثه مثلث مسلس اهو الاي جي بتاعه للمثلث بيساوي بي زي ده بالظبط ولكن بي دي تكعيب على كام؟ على 36 المستطيل كان على 12 انما المثلث هيكون على 36 طب مين بي ومين دي طبعا القاعده اهو اتكلمنا عليها قبل كده البي هي بتكون الايه بتكون القاعده وارتفاع المثلث بيكون هو الايه الدي يبقى انا بجيب بي للقاعده اضربها في تكعيب الدي يعني الدي ثلاث مرات في بعض اهو بعد كده بقسمه على كام على 36 ولو انا هقول الدائره كنا بنقول باي اللي هي لو تفتكر او هقولك دلوقتي باي دي تربيع على كام على اربعة باي دي اس اربعة على اربعة وستين اهو يبقى ده ايه مين باي قلت الباي ده طبعا للدائرة اهو الباي ده اللي هو كنا زمان بنسميه طه لو تفتكر طه كان بتساوي كام تلاتة واربعة عشر من مية او اتنين وعشرين على كام على 7 لو قسمت 22 على 7 تطلع ب 3.14 من مية هو الموضوع ده كنا بنسميه طه طه عندنا في الرموز في الهيدروليك بيرمز لها بالرمز باي ودي اللي هو عباره عن القطر بتاع كده ده الاي جي الخاص بالاشكال الهندسيه اللي هستخدمها في اعمال البوابات عشان بعد كده هنبدا نتكلم ازاي بستخدم الكلام ده وخلي بالك وحابب الفت نظرك لمجموعه او رمز من الرموز هيستخدم معاك ولكن هيختلف شكله مع اختلاف شكل المماس الخاص بالبوابه يعني زي ما قلنا قد تكون البوابه مستطيله بس لها حالتين ممكن تكون مماس لسطح الميه ودي تمرين نوع من التمارين فيقول لي بوابه على شكل مستطيل سطحها مماس لسطح الميه يبقى هنا كده يقصد ان حرف البوابه مماس للميه ما هوش غاطس فين في الميه هنا الاتش للمماس حرف الاتش ده عشان انا استخدمه كمان شويه دلوقت الاتش بتاع البوابه اللي هي مماس لسطح الماء بيكون عباره عن ايه عباره عن منتصف ارتفاع الايه البواب نص ارتفاع البواب اللي هو زمان الاتش ده كنا بنقول عليه مركز الثقل يبقى مركز الثقل لو تفتكر للمستطيل بيكون ايه ها منتصفه تمام كده منتصف ارتفاع طيب يبقى انا عرفت ان الاتش عباره عن مركز السق بس للمستطيل لما يكون المستطيل ده او البوابه دي مماسه لسطح الماء اتش في الحاله دي هتساوي ايه؟ هتساوي منتصف الارتفاع طب نشوف مع بعض كده بالورقه والقلم لو انا عندي بوابه على شكل مستطيل اهي ارسمها كده اهو والبوابه دي خلي بالك ده طبعا كله تقديم للتمرين عشان بعد ما ندخل في التمرين هيكون عندنا شكل مكتمل الموضوعات زي ما بنقول، طبعا عندي ده اهو لو انا عندي كده بوابه مستطيله، لو انا هقول ان البوابه دي سطحها وده هنشوفها في التمارين مماس لسطح المياه، لان انت هيجي بعد كده عندك قانون، القانون ده هيقول لك ان مركز الضغط اللي هو سي بي اهو كان بيساوي ايه؟ سي بي بيساوي اتش زائد هتشد شرطه كسر كده اي جي في ايه؟ مضروبة في مين في ال H طيب H ده بقى هنا ال H هنا عبارة عن ايه عبارة عن الارتفاع زي ما قلت لك مركز اهو مركز مركز ثقل الشكل ايا كان بقى مستطيل مربع زي ما هنشوف ولكن الحالات هنا هتختلف في ايه لما يكون في الوضع اللي قدامنا ده اتش هنا هتساوي نص الارتفاع ده يعني لو انا عندي ده الارتفاع ده 60 سم اهو مثلا وهنقول ان العرض ده 30 سنتيمتر يبقى هنا الاتش بتساوي كام؟ هتساوي 30 لانه هيقع هنا بالظبط يبقى هنا بيساوي كام؟ يساوي 30 طب هتختلف فيها مستر تختلف بقى لما يكون البوابه دي غطسه في المياه يعني مثلا وليكن عند البوابه كده اهي مستطيله الشكل وقال لك ايه بقى قال لك ان البوابه اهو مغموسه في المياه وتبعد اهو وتبعد عن سطح المياه وليكن مثلا المسافة دي هنقول عشرة سنتي طيب يبقى هنا بقى في الحالة دي اتش بتساوي ايه بص كده اتش في الحالة دي هتساوي هت... مركز الثقل لو هنقول اللي هو كان بقى لو البوابة دي 60 وده 30 هي نفس البوابة بس هنا كانت مماسة انما هنا غطست فين في الماء بيقول ايه بقى بقول انه مركز الثقل اللي هو كان 30 زائد مسافة نزولها في الماء اللي هي كام 10 يبقى هنا الاتش بتساوي كام؟ تساوي 40 سنتيمتر، خلي بالك لان الاتش ده الاي جي معروف والاي e مساحه، هيبقى عندك نقطه الخلاف كلها في التمارين دي او في الموضوعات دي اللي هو ايه؟ الاتش هتجيبه ازاي؟ فالاتش ده تجيبه حسب نوع وحاله الايه؟ البوابه والشكل اللي موجود معاه، نفس الموضوع في المستطيل لو ده طبعا مستطيل اهو زيه بالظبط المربع. برضو بنفس الشكل لو انا عندي مربع الاتش بتاعه مركزه اتش لو انا هنقول ده عشرين سنتي وده عشرين سنتيمتر يبقى اتش هنا في المربع بتساوي كام تساوي عشرة اهو منتصفه طيب لو الكلام ده بقى هو مماس لسطح الايه لسطح الميه طب لو عندي البوابة دي مربعة ولكن غطسة فين غطسة اي مسافة كده وليكن مثلا 15 سنتيمتر اهو خمستاشر سنتيمتر هو قال لك كده غطسه او نازله 15 سم عن سطح الايه؟ سطح الميه. طيب في الحاله دي يبقى هنا وده كان 20 برضو يبقى انا ايه؟ اتش للمربع ده اهو المربع المربعه دي بتساوي 10 اللي هو مركزه نص نصه يعني 10 زائد المسافه اللي هي كام؟ 15 يبقى تساوي كام؟ تساوي 25 سم يبقى المربع زي المستطيل سواء كان مماس او مغموس في سطح الميه الاثنين كده كده في الاتش بجيب مركز الثقل وبجيب مسافه البعد عنه. طيب مين اللي هيختلف عندي؟ اللي هيختلف عندي هيكون الايه؟ المثلث. طيب المثلث ازاي؟ خلي بالك بقى هو هيختلف يا مستر لما يكون المثلث راسه هي اللي ممثل سطح الميه وقاعده او قاعدته هي اللي ممثل سطح الميه؟ هقول لك اه وهيتفقوا الاثنين لما يكون فين؟ في حاجه واحده، لما يكونوا هما الاثنين طبعا مغموس فين؟ في المية يبقى انا بجيب عزم او مركز الثقل الخاص بالمثلث واضيف عليه مسافة برضو ايه مسافة بعده عن سطح المية طيب نشوف مع بعض اهو لو عند المثلث رأسه كده هي اللي مماس لسطح المية افترض ان انا عندي بوابة على شكل ايه شكل مثلث من البوابات اللي اتكلمنا عليها سطحها يعني معلش بقى ممكن نخليها العكس يعني لو انا عندي كده اهو ده المثلث ووبو يعني زي ما قلت رأس المثلث هي اللي ممثل سطح الايه؟ الميه هنا مركز ثقل الشكل ده او المثلث ده لما تكون رأسه هي اللي ممثل بيكون ايه؟ ثلث الارتفاع اتش هنا بتساوي ايه؟ هتساوي تلت الارتفاع يعني لو انا عندي ده 9 هنقول 9 سم يبقى انا عندي الاتش بتساوي كام؟ اتش هتساوي 3 طيب لما يكون قاعدته هي اللي ممثل سطح الميه يبقى اتش في الحاله دي هنا اتش تساوي تلتين الارتفاع، يعني هو ده تسعه يبقى كام؟ تساوي سته سنتيمتر، ده الحالتين او الفرق ما بين الحالتين في المثلث، انما لو هو بقى سواء كان راسه هي اللي هي اللي غطسه في الميه، او القاعده مغموره في الميه، بزود بس مسافه الغمر دي او الغطس دي على لمركز مركز الثقل طيب يعني بقول ايه خلينا كده بالارقام لو انا عندي المثلث بالشكل ده كده وراسه مغموره اهي في الميه طيب والمسافه دي 9 سم اهو زي ما احنا خدنا المثال ما فيش مشكله عشان ما نغيره 9 والمسافه دي وليكن مثلا 10 سم قال لي ايه قال لي بوابه على شكل مثلث مغموره في المياه تبعد عن سطح المياه 10 سم احسب مركز الضغط وقوه الضغط و باقي المطلوبات يعني او الطلبات اللي موجودة طيب هنا في الحالة دي بعمل ايه هنا هتقابلك مشكلة واحدة ان هي ايه اتش زي ما قلت لك في المستطيل والمربع يبقى انا بقول اتش هتساوي مركز الثقل بتاع المثلث اذا كانت رأسه هي اللي موجودة ناحية المية اللي هو تلت الايه تلت الشكل اللي هو ساوي كام تلات تلت الارتفاع زائد المسافة اللي هو ايه مغموره في الميه اللي هي كام 10 يبقى انا عندي الاتش بتساوي 13 بعد كده انت هتجيب الايه الاي جي وكذا نفس الموضوع لما تكون قاعدته هي برضو اللي بتبعد عن سطح المياه اهو لو هنقول برضو ان ده كام هنقول ان ده 10 سم وده برضو 9 يبقى هنا بقول ايه بقول اتش هتساوي خلي بالك بقى ان هنا تلتين يبقى تساوي 6 زائد العشرة اللي هي مسافة ايه غمره في المياه او غمرها في المياه يبقى تساوي كام تساوي 16 سنتيمتر ده الفرق ما بين الايه ما بين البوابات في الاستخدام بتاع طب لو انا عندي دايرة مركز ثقل الدايرة هو منتصفها صح كده معروفه طب لا مستر طب لو هي بتبعد لو بتبعد يبقى انا هجيب مركز الثقل بتاعها اللي هو منتصفها منتصف الدايرة وبعد كده اضيف المسافة اللي هي موجودة ايه فيها يعني بمعنى صح تاني او اسهل لو انا عندي دايره قطرها وليكن 20 سم يبقى الاتش بتاعتها بتساوي كام؟ بتساوي نصها اللي هو كام؟ 10 نص القطر 10 طيب لو جه بقى في مساله ثانيه وقال لي ان الدائره بوابه على شكل دائريه ومغموره في سطح المياه وتبعد عن سطح المياه يعني مغموسه في سطح المياه في الميه وتبعد عن سطح الميه وليكن مثلا 10 سم يبقى انا هقول ايه؟ هقول المسافه اتش الاول اتش بتساوي اللي هو مركز ثقلها اللي هو منتصفها نص قطرها اللي هو عشرة زائد المسافة اللي هي ايه مغمورة فيها في المية يبقى عندي كده كام عشرين سنتيمتر يبقى انا كده عرفت من غير اي حاجة او من غير ما نكتبها وان كنت ما كتبتهاش كدائره يبقى انا عرفت كده الفرق ما بين لما يكون عندي مربع مربع ده مماس لسطح المية ولما يكون مغمور في الميه وكذلك لما يكون عندي مستطيل سطحه مماس لسطح الميه زي ما هنشوف كمان شويه في التمارين بتاعتنا اللي هنتكلم فيها بشكل عملي او تكون مغموره في المياه ده طبعا في المستطيل والمربع باجي بعد كده للمثلث وله حالتين الحاله الاولى لما يكون راسه هي اللي مماسه لسطح الميه بقى الاتش بتاعه ثلث الارتفاع اما ان كانت قاعدته هي اللي مماسه لسطح الميه بيكون الاتش بتاعه بيساوي تلتين الارتفاع، طيب بعد كده بزيد عليهم ايه؟ ازيد عليهم مسافه الغمر في المياه لو هو غاطس في الميه، طيب بعد كده عندي الشكل الرابع او اللي بعد كده اللي هو كان الدائره، وقلت الدائره مركز الثقل بتاعها بيساوي اللي إيه؟ القطر بتاعها نص يعني نص القطر، مركزها مركز ثقل الدائره، طيب اللي هو مركزها طب مركزها لو انا عندي دايره قلت بالمثال مركزها عشرين يبقى الاتش بتاعتها بتاع الدايره دي بتساوي كام؟ تساوي عشرة طب لو هي مغموره في الميه يبقى مسافه غمرها في الميه بجمعها على الاتش اللي هو منتصف الدايره عشان يديني بعد كده اتش يساوي كام؟ لان ده حرف الاتش ده اللي هو هيكون عندك مش موجود وهو ده الرمز اللي انت مش هتلاقيه بشكل مباشر في التمرين لان هتلاقي عندك المساحه عباره عن ضلعين انت طبعا هتجيب المساحه ايه وتضرب الطول في العرض او تجيب مساحه الدايره لو دايره او مثلث انما بعد كده هيبقى عندك مشكله فين؟ في الاي جي والاي جي طبعا انت عارفه الخاص بالمربع والمثلث والمستطيل والدائره يبقى مشكلتك هتبقى فين كلها؟ في الاتش ازاي تقدر تجيب الاتش ده بيساوي كام؟ على حسب الحاله والشكل اللي موجود في البوابه دي او هيتم تركيب البوابه دي بالحاله دي عليها في المشروع بتاع نروح مع بعض كده ونشوف التمارين بتاعتنا بتتكلم عن ايه؟ وبيفكرك هنا طبعا بمركز الضغط وقانون را... مركز الضغط اللي هو سي بي بيساوي اتش زائد اي جي على ايه اللي هي المساحه في الاتش وطبعا الكلام ده اتكلمنا عليه في الحلقه السابقه وقلنا ان الاي جي عباره عن عزم القصور الذاتي والاتش اللي هو مركز ثقل اللوح سواء طبعا مغمور او على سطح الميه وايه اللي هي عباره عن مساحه والمساحه طبعا هتختلف من شكل لايه الى اخر. هنا بيفكرني بالكلام بي اللي احنا كتبناه من شويه وقلت طبعا المربع بيساوي بي الاي جي بتاعه يساوي بي اس 4 على 12 اما لو مستطيل يبقى بي دي تكعيب على كام؟ على 12 ده بس للتذكره الدائره باي دي تربيع على 64 وقلت الباي ده اللي هو عباره عن طه كنا زمان بنسميه طه نق لو كنت افتكر بس انا طبعا عشان انا بتكلم في عزم قصور ذاتي يساوي باي دي تربيع على 64 هنا مفيش نق طبعا دي اللي هو القطر وطاء اللي هو 3.14 من 100 يعني بضرب 3.14 من 100 في القطر تربيع واقسمه على كام؟ على 64 اما لو عندي مثلث بقول بي دي تكعيب على 36 والقاعده بي والارتفاع دي. بعد كده هنبدا بقى نتكلم او نتعامل في التمارين بتاعتنا واللي عملنا لها مقدمه من شويه واتكلمنا عليها في الحالات بتاعتها فبيقول لي اوجد عفوا اوجد مركز الضغط والضغط الكلي يبقى هنا اتنين مطلوب في تمرين واحد مركز الضغط والضغط الكلي على لوح راسي مغموس في الماء عرضه 30 سم وارتفاعه وارتفاعه 60 سم وحفته الصغرى عند سطح الماء يعني خلي بالك بقى هنا كده ايه عند سطح وحفته الصغرى عند سطح الماء تمام حيث جاما وجاما دي طبعا قلت لك ان دي الوحدة المكعبة للسائل اللي هي طبعا عندنا المية واحد جرام على السنتيمتر ايه تكعيب طيب نشوف كده مع بعض هنا بعض زي زمان كده كنا بنقول ايه فاكر لو كنت تفتكر في اعدادي كنا بنقول المعطيات المعطيات اللي موجودة عندك انا هنا بتكلم ان سطح مماس بص كده الشكل عامل ازاي سطح مماس للمية سواء بقى هو مغمور في المية ومماس او بيبعد لتحت او العكس زي ما رسمناه فوق المهم ان سطحه كده ايه مماس ما بيبعدش عن سطح الميه طيب بما انه مماس يبقى الاتش بتاعه يساوي ايه نص عمق الشكل طب الشكل بتاعنا كان عباره عن ايه كان عباره عن مستطيل يبقى نص طيب دي معلومه احنا جبناها الاول اهي طيب بعد كده المعطيات التانية مساحه الشكل اللي هي ايه ايه عندك انا هو قالك في المثال ان المستطيل عباره عن او البابا دي 30 في 60 سم يبقى ايه بتساوي طبعا بما انه مستطيل الطول في العرض 30 في كام في 60 ب 1800 سم إيه مربع عشان طبعا انا بتكلم على ايه؟ على مساحه. القوه الناتجه عن الضغط خلي بالك ان قانون الضغط كان بيساوي ايه قوه الضغط؟ بيساوي اف اللي هو اف يعني قوه الضغط بتساوي جاما في اتش في ايه طيب هنا كان عندك ايه؟ لو بصيت كده القوه الناتجه بتساوي الاف بيساوي جاما اللي هو بكام؟ كان بواحد في اتش اللي هو كام؟ 30 طب جبت ال 30 دي منين يا مستر؟ ما انا قلت ان الشكل عندي اهو لو هنبص كده مع بعض نوضح الكلام ده او التمرين ده على الداتا يكون افضل انا عندي الشكل بتاعنا اهو الراجل مديهولك عباره عن مستطيل شكل مستطيل بيقول لي مغمور في الميه هو كله مغمور في الميه اهو بس سطحه مماس لسطح الميه ما بيبعدش عن سطح الميه تمام؟ ماشي. قال لي ان الطول ده كام؟ الطول ده 60 والعرض ده كام؟ العرض ده 30 طيب من ضمن المعلومات اللي قالها لي ايه؟ قال لي ان هو طول 60 والعرض او الارتفاع الطول 60 والعرض 30 مطلوب مني ان انا اعرف الاتش عشان اجيب مركز الضغط يعني مطلوب هنا عندي مركز الضغط وقوه الضغط خلي بالك عشان ده سؤال مهم جدا وده يعني سؤال مركب والاتنين بيجوا في الامتحان. خليك فاكر ان اف كانت بتساوي جاما وطبعا ده مداني اللي هي كانت واحد. جاما مضروبه في الاتش مضروبه في الإيه اللي هي المساحه. طيب اف بتساوي جاما كانت بواحد ودايما هتبقى ثابت عندي بواحد في الاتش بقى بتاع الشكل ده معرفهاش. صح كده؟ والاي اللي هي مساحه. طب خلاص المساحه معروفه 30 في كام؟ 30 في 60 بما انه عباره عن مستطيل يبقى من المجهول عندي الاتش. طيب لو تفتكر كلام اللي قلت في البداية لما يكون المستطيل سطحه مماثل سطح المية لا يبعد عن سطح المية يبقى الاتش هتساوي كام نص الارتفاع اللي هو بتساوي كام تساوي 30 يبقى أرجع تاني F بتساوي واحد مضروب في 30 اللي هو طبعا اتش مضروب في أو كده أهو آه في 30 في 60 ده كده تمام وطلع الناتج بتاعي اللي هو 54000 اهو ايه بقى جرام على المتر طيب كده انا عرفت الايه القوه بتاعتي اللي هو قوه الضغط مين اللي بقى عندي مركز الضغط طب مركز الضغط اللي هو كنا بنرمز له بالرمز ايه سي بي يبقى سي بي يساوي لو تفتكر الايه اتش وطبعا انت جبته زائد اي جي على ايه مضروب في مين في اتش اهو طيب اتش بتساوي كام تساوي 30 ما انت جايبها جبتها طيب زائد اي جي معرفهاش شفت بقى المشاكل فين معرفهاش ايه مساحه انت عرفتها اللي هو كام 1800 ليه لان طبعا ال 30 في كام في 60 اهو مضروبه في الاتش برضو اللي هي كام 30 مين اللي مجهول عندك مجهول الاي جي يبقى انت كنت لازم تعرف او زي ما احنا اتكلمنا في البدايه الاي جي بتاع المستطيل بيساوي ب لو تفتكر اهو اي جي للمستطيل بيساوي يساوي ايه؟ يساوي بي دي تكعيب على كام؟ على 12 طيب يعني كان يساوي كام؟ لو اهو انت جبت الاي جي بتاعك البي اللي هو المستطيل كان عباره عن 30 طب ال 30 دي كانت مضروبه في كام؟ مضروبه في الارتفاع اللي هو 60 تكعيب وقسمته كله على كام؟ على 12 واطلع الناتج واحطها هنا في الناتج بتاعي يبقى انا بعمل ايه بكتب كده سي بي يساوي 30 اهو زائد شد شرطه كسر ال مضروبه في كام مضروبه في ستين. تكعيب وعلى كام بقى عندي الايه اللي هي المساحه طيب المساحه كانت كام 1800 لو تفتكر اهو طيب ماشي مضروبه في ايه تاني في ال طبعا هنا في مشكله ابناء بيخطئوا فيها عند التنفيذ على الاله الحاسبه ايه هي يا مستر؟ ان هو بيجي يضرب ال 30 بيضربها في ال 60 بعد كده يبقى 1800 ويعمل عمليه تكعيب يبقى كعب ال 1800 وده كلام طبعا هيكون غلط دايما بقول له لا اضرب 60 ما تدخلش في موضوع الاس ولا حاجه بكل سهوله اهو 30 60 في 60 في 60 طلع ناتج الناتج ده اضربه في كام؟ اضربه في 30 يبقى انا كده احتفظ بيه واكتبه واعرف طلع بكام بعد كده اضرب 30 في 1800 طلع ناتج احطه هنا اقسم ده على ده الناتج اللي هيطلع اعمله اجمعه على ال 30 يطلع لي في الاخر الناتج بتاعي اللي هو سي بي هيساوي كام؟ يساوي 40 سنتيمتر. ده طبعا كان عباره عن مستطيل ولكن سطحه مماس لسطح المي وبالتالي انت شفت الحاله هنا اختلفت في الايه؟ اختلفت في الاتش لان الاتش هنا كان عباره عن ايه؟ مركز ثقل الشكل بما انه لا يبعد عن سطح الميه يبقى انا خدت نص الايه؟ نص الارتفاع وجبت الاي جي من خلال دراستي في الحلقه السابقه واللي اتكلمنا فيها وعرفت الاي جي بتاع المستطيل بيساوي ايه؟ وعندي بعد كده رمز واحد اللي هو ايه؟ الاي اللي هي المساحه والمساحه بتساوي الطول في الايه؟ طول الشكل في عرضه اللي هو طبعا هو مستطيل يبقى الطول في العرض كان هو 60 والارتفاع بتاعه كام؟ الارتفاع 60 والعرض بتاعه كان 30 يبقى ضربت ال في ال 30، كده كل المعطيات بقت موجوده عندي، بجمع بس اللي اجمع التمرين على بعضه او القانون على بعضه بالارقام بدل ما كنت بشتغل بالرموز بيطلع عندي في الاخر مركز الايه؟ مركز الضغط بتاعي اللي هو بيرمز له بالرمز ايه؟ سي بي، خلي بالك لان المساله دي من اكبر التمارين اللي بتيجي في الامتحان، ليه؟ لان طبعا بيطلب فيها اثنين مطلوب مع بعض قوه الضغط ومركز الضغط، لازم تكون ملم بالحالات كلها واللي طبعا ان شاء الله هنستعرضها معاكم مع بعض ونروح ونشوف تمرين تاني من التمارين بتاعتنا اللي بتتكلم عن مركز الضغط وقوه الضغط. هنا بيقول لي اوجد قوه الضغط الناتجه عن الض الناتجه ومركز الضغط الواقع على لوح مستطيل خلي بالك بقى المره ده اهو مغمور في الماء راسيا ماشي عرضه 30 وارتفاعه 60 وكان حافته العليا اللي هي اللي فوق يعني بتبعد عن سطح الماء بمقدار كام؟ 10 سنتيمتر أما طبعا 1 جرام على السنتيمتر اللي هي المكعب طب نشوف مع بعض كده الشكل عامل ازاي اه خلي بالك بقى المستطيل هنا بعد عن سطح المية مسافة كام مسافة 10 سنت وبنفس الابعاد بتاعته طيب نشوفها كده مع بعض نحلها ازاي بالورقة والقلم خلي بالك ان المستطيل ده بيبعد عن سطح المية مسافة 10 سنت ونفس الابعاد بتاعت المستطيل اللي فات مين هنا هيختلف بس أنا عايز أوضح لك هيكون الاختلاف هنا فين يا مستر؟ في الاتش اللي هو إيه؟ اللي هو مركز ثقل الإيه؟ مركز ثقل الشكل بتاعي أشوفه إزاي؟ في حالة لما يكون هو مغمور عن سطح الميه، طيب نشوف مع بعض، هنا المعطيات بتاعتنا بيقول إن الاتش الشكل أول معطى الشكل مغمور ولكن أهو يبعد يبعد عن سطح المياه مسافة كام؟ مسافة عشرة سنتيمتر تمام ده أول معطى ماشي طيب المعطى الثاني المساحة طب أعرفها منين؟ اللي هي إيه؟ هتساوي طوله اللي هو ستين في تلاتين في عرضه سواء ألف طيب تمام سنتيمتر مربع ماشي بعد كده جامع ده الراجل مدهاني وطبعا بتكون موجوده في كل التمارين واحد جرام اهو على الايه على السنتيمتر المكعب تمام كل المعطيات موجود بس فاضل عندي مين فاضل عندي الاتش لو لاحظت ان الشكل هيبقى عامل كده يبقى يعني انا عندي الشكل اهو هيجيب لك في الامتحان مرسوم ده شكل الميه اهو عندي وده السطح النهائي. انما المستطيل بتاعي فين تحت هنا اهو المسافه دي كام المسافه دي عشرة. 10 سنتيمتر. هو كده ده 60 وعرضه كام وعرضه 30 مركز ثقله فين في المنتصف يعني اتش بتاعته دون الغمس ده 30 يبقى ازود عليه كمان مين ازود عليه مسافة غمره في المياه او بعده عن سطح المية يبقى انا اقول اتش بتساوي 30 زائد 10 يساوي كام 40 سنتيمتر يبقى انا كده عرفت ايه مركز الثقل ده للشكل اللي هو بيبعد عن سطح المية مغمور في المية بيبعد عن سطح المية بيساوي كام يساوي 40 سنتيمتر طيب تعالى بقى اف اللي هو ايه؟ قوه الضغط، قوه الضغط بتساوي تاني اتش اهو او ايه؟ جاما إيه جاما في اتش مضروبه في ايه؟ طيب انت خلاص كله بقى معطى عندك جاما بواحد والاتش عندك بكام؟ الاتش بقت باربعين اهو في مضروبه في كام؟ ايه اللي هي الايه؟ اللي هي المساحه بتاعتي 1800 تساوي اهو ألف وسبعين ألف جرام يبقى انا كده عرفته ايه مباشر حل مباشر ما اي تفكير زي ما بنقول ان الموضوع سهل بس كان عندك من المشكله كلها اتش عشان توصل للاتش فلازم تكون عارف الشكل بتاعك او البوابه اللي هيتم تركيبها عامله ازاي وبتبعد عن السطح المية سطح الميه ولا مماثل لسطح الميه هو ده هيكون نقطه الخلاف بتاعتك او الحاجه اللي مطلوب انك انت ايه تلم بيها وتكون عارفها عشان بناء عليها تقدر تحدد يبقى السؤال عندي او الاجابه بشكل واضح ما فيهاش لف ولا دوران زي ما بيقول طيب بعد كده عندي مركز مركز الضغط اللي هو برضو بفكرك كل شويه يرمز ده بالرمز ايه سي بي طب قانون السي بي يساوي اتش اهو زائد اي جي على ايه بنفس الكيفيه بتاعت التمرين اللي فات في الاتش يبقى انت هنا خلاص كل الحاجات عندك اول المعطيات موجوده بس مين اللي مش هيكون موجود؟ الاي جي، اي جي بيساوي اهو ترجع تاني تقول اي جي لو انا هحل بقى حل كده نموذجي اي جي بيساوي طبعا بما انه مستطيل بي دي تكعيب على 12 وابدا احسب الاي جي بعد كده اقول المساحه ايه بتساوي 30 في كام؟ في 60 والاتش بتساوي اعمل كده الاتش بتساوي كام؟ 40 وارجع بقى اجمع القانون على بعضه واعرف الدرجه او المجموع النهائي بتاع التمرين بيساوي كام؟ جبته منين الكلام ده؟ جبته من القانون وطلعت المعطيات، المعطيات دي موجوده فين؟ او الدهاني فين؟ كانت موجوده في التمرين بتاعي، يبقى انا كده اشتغلت دلوقتي او خلصت الجزئيه اللي بتتكلم عن المستطيل، المستطيل في الحالتين بتوع، الحاله الاولانيه لما يكون مغمور في الميه ومماس سطحه مماس لمين لسطح المية او يكون مغمور في المية ويبعد يعني غاطس تحت مسافة اللي بيختلف ما بين الاتنين الاتش بس طب انا عاوز الاتش فيها إيه مستر وايه هي الاتش انا اتكلمت الاتش عبارة عن مركز ثقل الشكل طب بتختلف معايا او انا عاوزها في ايه هعوزها لما اجي انفذ القانون الخاص بمركز الضغط وقوة الضغط لان المعلومة دي هي اللي مش هتكون موجودة عندي بشكل ايه واضح زي بالظبط الاي جي انا عارف الاي جي الاي جي موجود وكمان المساحه معروفه اللي هي الحرف الايه او الرمز بتاع ايه ما انا قلت لك في بدايه الحلقه اللي فاتت الاسبوع اللي فات قلت لك ايه قلت لك ان الموضوع بس عباره عن رموز يعني بس انك انت تلم بالرموز وتكون عارف جي يعني ايه يعني عجل الجاذبيه اتش يعني ايه يعني مركز ضغط دغ... المركز ثقل الاتش بتاع او السي بي عباره عن ايه عباره عن مركز الضغط الاف عباره عن ايه اللي هي قوه الضغط والجاما اللي هو الوحده المكعبه من السائل بتاعنا اللي هو احنا شغالين بيه هو عباره عن الميه وده بيكون معطى اللي هو واحد جرام دايما هتلاقيه موجود عندك على السنتيمتر الايه المكعب فده طبعا الكلام ده كله بيكون موجود عندك في التمرين فلازم بس كل الفكره انك انت تكون عارف الرمز معناه ايه والقانون بتاعه الخاص بيه ايه كده يبقى احنا اتكلمنا عن مين عن المستطيل في الحالات بتاعته تعالوا مع بعض كده نشوف شكل اخر و تمرين اخر من التمارين بتاعتنا فبيقول لي هنا ايه؟ لوح من الصاج انا عايز طبعا عاوز ادربك وامرنك على الموضوعات بتاعتنا عشان تكون عارف او تكون فاهم ازاي تقدر بعد كده انك انت تنفذها وتجري عمليات الاجابه بشكل واضح وطبعا ده مش هيقدر يكل يعني ينفذه او يكون ملم بيه الا الطالب المتابع لدروس الحلقات بتاعتنا وماشي معانا خطوه بخطوه زي ما بنقول ان احنا طبعا حلقاتنا مسلسله في المواد بتاعت وكل طبعا حلقه مبنيه على الحلقه السابقه ليها هنا بيقول لوح من الصاج مربع مغموس في الماء خلي بالك كده هتكلم عن مربع وسطحه العلوي يبعد عن سطح الماء بمسافه قدرها كام 5 سم كده اداني معلومه والداني مؤشر ان الاتش على طول اوريدي هيكون عباره عن نص طبعا ده مربع طوله زي عرضه يعني اذا كان 30 في 30 الاتش بتاعته هتكون 15 سامح حد من ابنائي اللي متابع معانا بيقول لي يا مستر هيبقى 15 ونجمع عليه المسافه اللي هي كام؟ 5 يبقى كده 20 وطبعا اكبر حاجه او الحاجه الوحيده المعلومه اللي مش هتكون موجوده عندي بشكل مباشر فانت خلاص عرفتها عرفتها ازاي؟ من اول ما قال لي على طول وسطحه العلوي يبعد عن سطح الماء بمسافه قدرها كام؟ 5 سم، طب ايه المطلوب؟ اوجد قوه او اوجد إيه قوه الضغط ومركز الضغط على هذا اللوح وطبعا كالعاده مديني الجامه بتاعتي بتساوي واحد جرام على سنتيمتر مكعب نشوف الحل اتعامل معاه ازاي لان ده عباره عن شكل ايه؟ مربع طبعا ده مستطيل الشكل اللي قدامنا لو الشكل مربع ولكن الرسم طبعا ممطوط شوية فمديني بعد ولكن خلينا نتكلم ان المساحة هنا بتساوي ايه طبعا ده مربع يبقى 30 في كام في 30 ب900 زي ما هو ظاهر امام حضراتكم كده على الشاشة 900 سنتيمتر ايه مربع الاتش اللي هو ايه بقى مركز اه خلي بالك بقى كان عبارة عن لو لاحظت كده مديني 20 على طول طب اداني ال20 منين؟ ما هو ده مربع يا مستر 30 في 30 30 في 30 مركز ثقل الشكل المربع ده هو منتصفه طب هو كان 30 يبقى مركزه كام 15 راح جامع عليه المسافه اللي هي على الجنب دي كام 5 سم يبقى 5 و15 20 اتش بتساوي كام بتساوي 20 سم والجامعه دي معطى يبقى خلي بالك شوف انا عملت لك المعطيات في الجنب عشان انت في الامتحان هتحل بنفس الطريقه فانا عاوزك كده نجرب مع بعض كده في المربع ده ونشوف الطريقه تمشي ازاي تيجي في المربع ونتكلم عليه نفسه لو هو مماس لو هو مماس هيختلف عندي في مين هيختلف عندي في الايه في الاتش بس طيب يعني احنا لو لو هنحل كده بالورقه والقلم ونشوف المعطيات بتاعتنا لازم تكتبها لي في الجام في طب الكلام ده بيكون موجود فين او التم بيدوني فين بيدوني في التمرين زي ما شفنا كمان من شويه طيب يبقى انا بقول كده ايه لازم تكتب كده ايه بتساوي مساحه الشكل كان كام 30 مضروبه في كام مضروبه في 30 قلنا بتساوي كام؟ تساوي 900 اهو 900 سنتيمتر ايه؟ مربع طب المعطى اللي بعده اي جي اي جي ما ادهاش لك صريح لكن الاي جي خلي بالك كان بيساوي بي اس 4 على كام؟ على 12 طب الاي جي تاني يساوي بي كان بكام؟ كان ب 30 يبقى 30 اس كام؟ اس 4 وقسمه على كام؟ على 12 يساوي اهو 67500 وخمسمية. اهو و500 سم اه طيب بعد كده يبقى انا كده جبت ايه؟ ايه? وجبت الاي جي فاضل عندي مين؟ اتش شوف دي كلها لازم تعمل كده الاول وانت بتحل عشان اعرف ان انت فاهم ما انتاش طبعا ايه حافظ او لا قدر الله انك انت تكون غاشش مين اللي هيفرق الكلام ده او هيبان ازاي هيبان لي من الخطوات بتاعتك في الحل بتجيب لي كل حاجة بعد كده تجمع القانون على بعضه سواء قوة الضغط أو مركز الضغط طيب ليتش كان بتساوي ايه قلت طبعا ده 30 وشكل المربع بتاعي اهو لو هنشوفه كده مع بعض قال لي ان هو عبارة عن ايه مربع مغموس بس بيبعد عن سطح المية كام 5 سم بيبعد 5 سم اللي هي المسافة دي وده حرفه اهو وهو كله على بعضه كام 30 في 30 وده وش المية زي ما بنقول او سطح المية طيب يبقى الاتش بتاعتي اهي في المنتصف كانت بتساوي 30 لو هو مماس لكن هو بيبعد يبقى 30 بتروح كاتب لي كده 30 يبقى تساوي كام 15 بقى نصها صح ولا ايه اهو يبقى 15 زائد المسافه بتاعتي اللي هي كام اللي بيبعدها عن سطح الميه 5 يبقى اتش بتساوي 20 اللي هو مركز ثقل الشكل ده المغمور في الميه يساوي 20 سنتي متر طيب بما انك جمعت الايه والاي جي والاتش يبقى خلاص ما عادش عندي غير انك انت تدخل بقى في القانون بتاعك على طول عشان تبدا تعوض وتقول جاما اف بتساوي جاما اللي هو قوه الضغط يعني بتساوي جاما في اتش مضروبه في إيه اهو وتبدا تحط طبعا تعوض بعد كده عندك اللي هو سي بي لمركز الضغط يساوي اتش تاني اهو زائد اي جي وانت جبته فوق والاتش موجود اللي هو ال مقسوم على الاي جي دي مقسومه على ايه اللي هي المساحة مضروبة في اتش تاني اللي هو مركز الايه مركز ثقل الشكل ويبقى كده الايه التمرين بتاعي مفيش اسهل منه في الحل اذا كنت طبعا فهمت الطريق اما لو هنا نفس التمرين ده بنفس الشكل لو مماس هيختلف عندي بس في مين في الاتش لو سطح المية ده مماس كده اهو اهو كله كده في المية ما زي ما يقول في مسافة ولا حاجة ولا يبعد يبقى اتش هنا اهو لو هو ده 30 30 سم في 30 سم يبقى اتش على طول بتساوي كام؟ تساوي 15 سنتيمتر هتفرق يا مستر اه طبعا هنا ب 15 هنا كان بكام؟ هنا ب 20 وبالتالي هيكون في اختلاف في النواتج فلازم تكون عارف وملم وفاهم الفرق ما بين الشكلين في حاله لما يكون رغم ان الاتنين ايه؟ الاتنين مربع بس ده مغموس ويبعد عن سطح الميه اما الثاني مماس سطح الميه هنا هيدي لي فرق الفرق ده هيكون ناتج نتيجه ايه نتيجه ل اتش اللي هو عباره عن مركز ثقل الشكل وبالتالي النتيجه عندي هتختلف طيب بعد كده هنروح لشكل اخر من الاشكال بتاعتنا واللي بنتناولها عشان تكون طبعا زي ما وعدتك في بدايه الحلقه ان احنا نحاول بقدر الامكان نخلص موضوع مركز الضغط وقوه الضغط بالمرور على كافه الاشكال بتاعتنا الهندسيه اللي موجوده عندنا هنا بيقول لي لوح من الصاج على شكل مثلث قاعدته 30 سم اه وارتفاعه 60 سم وراس اللوح مماس لسطح الميه المطلوب حساب قوه الضغط ومركز الضغط الواقع على هذا اللوح عشان بعد كده المفروض لو تفتكر في بدايه الحلقه هيبدا يصمم البوابه دي ويقول القطاع بتاعها كذا وسمكها كذا ابعادها كذا بناء على مين على النتيجه اللي حضرتك هتديها له وتقول له انه مركز الضغط الواقع على البوابه ده ايه المفروض هيكون قد كده وكذلك قوه الضغط هتكون قد كده ويعني بناء على كلامك انت يبدا ايه يبدا يصمم مش العكس هنا قال ايه نفتكر كده مع بعض او المعلومه اللي لي قال لي ان البوابه مثلث يبقى انا اول حاجه عرفت ان ده ايه ان انا هشتغل مع مثلث او الشكل بتاعي مثلث عرضه وقاعدته دول مساحه وراسه يبقى انا المعلومه الثانيه ان راس اللوح مماس لسطح المي يبقى كده ما يش ب... ما بتبعدش عن سطح المي وعرفت ان راسه هي اللي مماس لسطح المي مش قاعدته تمام والباقي طبعا معروف اللي هو عباره عن جام طيب نشوف كده اتعامل معاه ازاي قال لي هنا ايه المساحه طبعا مساحه المثلث معروفه نص القاعده فين في الارتفاع نص القاعده القاعده بتاعتي كانت كام 30 يبقى نصها 15 مضروبه في ال 60 بتساوي كام؟ 900 طيب بعد كده ايه المشكله عندي؟ المساحه نص القاعده في الارتفاع ماشي هنا بيقول لي ايه؟ اتش بتساوي تساوي ايه؟ 60 في تلتين الشكل تلتين تلتين الارتفاع التلتين بتاعه كام؟ الارتفاع بتاعه كام؟ 60 يبقى التلتين بتاعه كام؟ 40 سم يبقى هنا التلتين اضرب ال 60 في 3 في 2 على 3 عشان اجيب تلتين الشكل وطبعا انت لو جيت قسمتها كده تقسيمه سهله يعني ده 60 ال 60 دي فيها كام؟ لو جيت قسمتها على 3 يبقى هيبقى عندي كام وكام؟ 20 20 20 لو انا بقول التلت هيبقى 20 لو انا بقول الثلثين هيبقى كام؟ هيبقى 40 <applause> هنا بقول لي ايه؟ تلتين الارتفاع طبعا اتش اذا كان راس المثلث هو اللي ممثل لسطح الايه؟ الميه اما اذا كانت قاعدته هي اللي ممثله بيكون بتساوي كام؟ الاتش بيساوي تلت الارتفاع طيب بنفس الطريقه برضو ونفس المنطق قوه الضغط هنا بتساوي جاما في اتش في ايه طيب القوه بتساوي اف بتساوي واحد اللي هو الجاما اتش اللي هو طبعا التلتين اللي انا جبتهم فوق اللي هو كان عباره عن ايه تلتين الارتفاع كان الارتفاع كام ستين تلته عشرين يبقى التلتين كام الضعف هيبقى اربعين يبقى هنا كده اف بتساوي واحد في اربعين في المساحه مساحه المثلث نص القاعده في الارتفاع اللي هو كان كام 900 يبقى انا ضربتهم في بعض طلع بكام ب الف جرام طيب بعد كده ده قوه الضغط مركز الضغط شوف كاتب لك بالعربي وكاتب جنبه بالايه الرموز بتاعته يبقى انت لازم تكتب كده مركز الضغط اللي هو سي بي يساوي القانون بتاعنا سي بتساوي اتش زائد اي جي على ايه اللي هي المساحه مضروبه في اتش اللي هو عزم القصور الايه مركز ثقل الشكل طيب كله هيبقى موجود عندي مين اللي هيكون ناقص عندي الاي جي نشوف مع بعض كده الاي جي الخاصه بالمثلث زي ما اتكلمنا وقلنا في بدايه الحلقه اي جي الخاص بالمثلث بي بيساوي ايه بي دي تكعيب ولكن على كام على 36 ابنائي بيغلطوا او دايما بي بيحدث, بي بيحدث عنده لبس في الموضوع لانه طبعا هو متعود على بي دي تكعيب على كام على 12 اللي هي خاصه بالايه بالمثلث انما بالمستطيل انما انا بتكلم على ايه دلوقتي بتكلم على المثلث فخلي بالك ان الاي جي للمثلث بيساوي بي دي تكعيب ولكن على كام على 36 نشوف مع بعض كده يبقى اي جي عشان ننفذ التمرين اللي قدامي ده يساوي ده المعطى او الحاجه الوحيده اللي مش موجوده عندي واللي مطلوب انك انت تجيبها اي جي ما انا خلاص عرفت بقى الاتش في المثلث اي جي بتساوي بي دي تكعيب ولكن على كام على 36 طيب المثلث بتاعنا كان عامل ازاي كان عامل كده قاعدته كام 30 وارتفاعه 60 سنتيمتر اهو لو بصينا كده على الشكل بتاعنا بالابعاد اهو وماس يعني سطحه مماس لسطح المي ده طبعا اول تمرين في المثلث يعني هنا كده راسه هي اللي ايه مماسه ما بتبعدش عن سطح الميه تمام طب الاتش بتاعي قال لي هنا الاتش ايه قال لي الاتش تلتين لما تكون راسه فين اتش بتساوي اتش هنا تساوي التلتين لما تكون راسه فين راسه هي اللي ممس طب هو 60 يبقى اتش بتساوي كام تساوي 40 طيب لما تكون قاعدته يبقى التلت بس خلينا طبعا في الحاله اللي قدامنا يبقى هنا اي جي البي طبعا اي جي هيساوي بي بكام بي اللي هي القاعده 30 مضروبه في دي اللي هو ليه عباره عن الارتفاع اللي هو كام ستين واقسم كله على سته وثلاثين. يبقى انا كده جبت الاي جي وارجع بقى سي بي يساوي اتش اللي هو الناتج اجمعه على اي جي اللي انا جبته اللي هو عزم قصور واقسمه على المساحه مضروبه في اتش تاني وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة ولكن بفكركم احنا اشتغلنا في ايه اشتغلنا في عزم اه في حساب مركز الضغط وقوة الضغط لكم شكل من الاشكال اتكلمنا على المربع بحالتين لما يكون مماس ولما يبعد والمستطيل لما يكون مماس ويبعد والمثلث لما يكون مماس ويبعد ولكن من ناحيه الراس او من ناحيه القاعده بنكتفي معاكم بهذا القدر لان للاسف الوقت انتهى معاكم بسرعه ان شاء الله باذن الله على امل اللقاء بكم في الغد القريب لاستكمال باقي الحلقات بتاعتنا في ماده الهيدروليكا انتظرونا ان شاء الله نراكم على خير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته